بشكر الصحافة اللي هي مشاركتنا عملنا في الإشارة إلى مواقع الخلل إن وجدت، ونحن هذا اللي عم نطلبه منهم، يعني نحن بالمشاركتنا معهم إنه وين بيشوفوا أي نقطة تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى تعاون، إنه نكون نحن موجودين نحن وياهم كفريق عمل واحد. إعلامنا عم يبذل جهود كبيرة وعم يغطي بشكل كامل إن كان بمحافظة الريف وإن كان على مستوى سوريا، وهذا عم نشوفه من خلال تغطيتهم، وخصوصا محافظة ريف دمشق محافظة كبيرة ومنتشرة، ومع ذلك عم نلاقي تغطيات إعلامية بمناطق عديدة من هذه المحافظة. طبعا هاي مشكورة جهود محافظة ريف دمشق، يمكن هاي تاني تكريم بيتم تحديدا للإعلاميين اللي عم بيقوموا بتغطية فعاليات ونشاطات المحافظة. بالمقابل دور الإعلامي هو مرآة المجتمع، يعني قد الإمكان عم بيحاول الإعلامي يكون صورة للمجتمع وينقل الواقع. طبعا مع وجود بعض خلينا نعتبر بعض الصعوبات، الإعلام الوطني السوري كان له دور كبير بنقل الأحداث خاصة بهالأزمة اللي عم نعيشها. لهيك نحن بنقول كل عام وانتم بخير لكل الصحفيين. طبعا إعلامنا السوري الوطني لأنه هو اللي كان عم ينقل الصورة الحقيقية عن الأحداث اللي عم تصير بسوريا، خاصة المناطق اللي عم ترجع لحضن الوطن ما بيقولوا بعد ما يحرروها بواسل جيشنا العربي السوري. عم نقوم بتغطية هاي الأعمال، وبالإضافة لتعاملنا مع القنوات الإعلامية